بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصيام هو أحد أركان الإسلام. الإسلام خمسة أركان كما هو معلوم: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة. أما الصلاة إنها فرضت قبل الهجرة، ليلة المعراج في مكة، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. وأما الشهادتان فهما أول من أول بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الشهادتين، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك الشهادتان هما الركن الأول، لأنهما الأساس الذي يبنى عليه الإسلام. ثم الصلاة جاءت قبيل الهجرة، ثم الزكاة جاءت في السنة، ثم الصيام جاء في السنة الثانية، وكذلك الزكاة في السنة الثانية من الهجرة. وأما الحج قد فرض على المشهور في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة التاسعة من الهجرة. وحج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، تأخر عن السنة الأولى بسبب وجود المشركين يطوفون بالبيت عراة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج أول سنة لأجل أن يطهر البيت من المشركين، وأرسل صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، أرسل أبا بكر يحج بالناس نيابة عنه، وأرسل علي بن أبي طالب ينادي الناس لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فلما طهر البيت الحرام من المشركين حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام. والصيام كما هو معلوم كما في الآية مفروض على الأمم السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن يختلف الصيام من قبلنا عن صيامنا وقتا وصفة، وإلا فهو شريعة قديمة. والصيام في اللغة هو الإمساك، مجرد الإمساك عن الشيء يقال صيام.
الإمساك عن المشي سمى صياما عن المشي، الإمساك عن الكلام يسمى صياما، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، الإمساك عن الأكل والشرب هذا هو الصيام الشرعي مع النية، إمساك عن الأكل والشرب والمفطرات مع النية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي الذي هو أحد أركان الإسلام. وهذا الكتاب من زاد المستقنع وشرحه الروض المربع خاص بهذا الركن، خاص بهذا الركن. وقبله ذكر الشيخ صاحب المتن والشرح ذكروا الأركان التي قبله، ذكروا الصلاة وفي مقدمتها الطهارة، ذكروا الزكاة، ذكروا الصلاة والزكاة، ثم ذكروا الصيام، ثم ذكروا الحج. أما الركن الأول فلم يذكر في الفقه لأن محله كتب العقائد، الركن الأول هو الشهادتان والتوحيد، هذا لم يذكر في الفقه، الفقه بدأ من الطهارة والصلاة، لأن التوحيد له كتب خاصة هي كتب العقيدة. نعم. قال رحمه الله: الصيام لغة مجرد الإمساك، مجرد الإمساك عن أي شيء، عن المشي، عن الكلام، عن الأكل والشرب، يسمى صياما في اللغة. نعم. يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام. نعم، يقال للساكت صائم، نذرت للرحمن صوما لن أكلم اليوم إنسيا. نعم. ومنه إني نذرت للرحمن صوما، قول مريم أمرها الله أن تقول للناس إني نذرت للرحمن صوما لن أكلم اليوم إنسيا. نعم. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، هذا في الشرع زيادة قيود على اللغة، على الصيام في اللغة زيادة قيود، لأن الصيام له معنى لغوي وله معنى شرعي، والمقصود هنا المعنى الشرعي، المعنى الشرعي الأول يسمى الحقيقة اللغوية وهو الإمساك، والثاني وهو الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص، هذا هو الحقيقة الشرعية وهي المقصودة هنا. نعم. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، تاريخ بدء الصيام في السنة الثانية من الهجرة عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن حجر في شرح الأربعين: في شعبان، ابن حجر في شرح الأربعين، الأربعين ظاهر أنها النووية، لأن هناك كتب تسمى بالأربعين كثيرة، لكن المشهور هو الأربعون النووية، ابن حجر محدث يشرح كتب الحديث. قال ابن حجر، قال ابن حجر في شرح الأربعين: في شعبان، يعني وقته في السنة الثانية بأي شهر؟
شهر شعبان الله أعلم. نعم. فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات إجماعا. صام صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصيام سنة الثانية 9 رمضانات، لأنه عاش بالمدينة 10 سنوات. السنة الأولى ما في صيام، ما شرع، بدأ من السنة الثانية، يبقى 9 سنوات. نعم، في كل سنة رمضان. نعم. قال رحمه الله: رؤية هلال رمضان. يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله تعالى: متى يجب على المسلمين الصيام؟ متى يجب على المسلمين ابتداء الصيام؟ ابتداء صيام رمضان إذا رأوا الهلال. إذا رأوا الهلال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس الحج. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، في رواية: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فشهر رمضان يجب صيامه بإحدى علامتين: علامة الأولى رؤية الهلال لأن يراه أحد المسلمين، إذا رآه مسلم واحد ثبت دخول الشهر فيصوم المسلمون برؤية واحد منهم، وإن رآه أكثر فأحسن، لكن النصاب واحد مسلم يكفي. فإذا لم يرى ليلة 30، فإن كان الجو صحوا ليس فيما يمنع الرؤية، فإنهم يصبحون مفطرين بالإجماع، لا يصومون بالإجماع. أما إذا كان ليلة 30 من شعبان في قطر أو غيم ما يمنع الرؤية فهذا شك، يوم الشك، يحتمل أنه طلع ولم نره، يحتمل أنه ما أهل، هذا يسمى الشك. جمهور أهل العلم على أنهم أيضا يصبحون مفطرين، وفيه من العلماء من يرى أنهم يصومون احتياطا يوم الشك، والصحيح الأول أنهم يصبحون مفطرين لأنه لم يرى الهلال. الرسول صلى الله عليه وسلم علق الصيام بالرؤية، فلم يرى نصبح مفطرين ونكمل شعبان 30 يوما، لأن الشهر لا يخرج عن الحالتين، إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30. نعم. يجب صوم رمضان بإحدى علامتين: إما رؤية هلاله يوم 29 ليلة 30، وإما بإكمال شعبان 30 يوما. نعم. لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر، أي شهر، ها؟ أي شهر، من شهد منكم الشهر رمضان، لأن سبق ذكره في أول الآية شهر رمضان، وأل هذه يقولون للعهد الذكري، تعود على أول الآية: من شهد منكم الشهر، أي المذكور في أول الآية وهو شهر رمضان، شهد منكم الشهر فليصمه، أي حضر، معنى شهد يعني حضر. يجب الصوم على الحاضر الصحيح المقيم،
أما من كان مريضا أو على سفر فهذا له رخصة الإفطار. نعم. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤية الهلال، يعني إذا رأيتموه، فاللام للتوقيت، لرؤيته أي لوقت رؤيته، وأفطروا لرؤيته ليلة العيد آخر الشهر. نعم. والمستحب قول شهر رمضان. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذه إحدى العلامات. والثانية: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وهو معنى قوله اقدروا له، أي أكملوا شعبان 30 يوما. فلا يصام إلا بإحدى هاتين العلامتين، إما الرؤية البصرية للهلال، وإما إكمال شعبان 30 يوما. أما من قال يصام بالحساب فهذا شيء قاله من عنده، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة على الشرع. الحساب كان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله، حساب العرب يحسبون، ناس يحسبون، ولم يحل الرسول صلى الله عليه وسلم على الحساب، وإنما أحال على الرؤية وإكمال الشهر 30 يوما. فمن أوجب على الناس أن يصوموا بالحساب فقد زاد من عنده شيئا لم يشرعه الله ورسوله. أيضا الحساب ما كل يعرفه، ما يعرفه الخواص من الناس، أما الرؤية كل يرى، العامي والمتعلم والبدوي والحضري كل يرى الهلال، شيء معروف ولا فيه كلفة ولا شيء. وأيضا الحساب عمل بشري يخطي ويصيب، الحساب عمل بشري يخطي ويصيب، فلذلك لم يجعله الله من علامات الصيام تيسيرا على الأمة ورحمة للأمة. افرض ان هالبلد او هالإقليم ما فيه حاسب، يتركون الناس الصيام؟ لا، يصومون على الرؤية ولا على إكمال شعبان 30 يوما. نعم. والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى. هل يجوز أن يقال رمضان صوم رمضان، أو يقال صوم شهر رمضان الذي في القرآن شهر رمضان، وهو أفضل أحسن من قولك رمضان، فتقول شهر رمضان كما قال الله سبحانه وتعالى، وإن قلت رمضان فلا بأس. نعم. ولا يكره قول رمضان. ولا يكره قول رمضان، لأنه لفظ صحيح، كما تقول شعبان تقول رمضان، شوال، وإذا قلت شهر رمضان فهذا أكمل، اقتداء بالآية الكريمة شهر رمضان. نعم. فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان أفطروا، أصبحوا مفطرين. الآن عرفنا أن في 3 حالات: الحالة الأولى أن يرى الهلال ليلة 30، يوم 29 من شعبان ليلة 30 رؤيا الهلال يصام بالإجماع، بالنص والإجماع. الحالة الثانية أن لا يرى الهلال وليس في الجو ما يمنع الرؤية من غيم أو قطر، هذا
لا يصام بالإجماع، لا يصام بالإجماع يوم الصحو. الحالة الثالثة أن لا يرى ولكن هناك غيم أو قتر، هذا يسمى يوم الشك. قد اختلف العلماء هل يصام، وهو قول طائفة من العلماء رواية في المذهب، والقول الراجح والذي عليه الأكثر أنه لا يصام يوم الشك. وفي الأثر الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. يدخل في هذا، يدخل في هذا علم الحساب، لأنه شك. علم الحساب يعطيك شك، ما يعطيك يقين، فيدخل في هذا. نعم. وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. كره صوم يوم الشك لأنه منهي عنه كما سمعتم. الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ما أمر بصوم يوم الشك، إنما أمر بصوم الرؤية أو إكمال شعبان 30 يوما. نعم. وإن حال دونه أي دونه أي دون الحالة الثالثة. نعم. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر بالتحريف أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه. هذا القول الطائفة القليلة من العلم، وهي الرواية عن أحمد، وهي ظاهر المذهب لكنها مرجوحة، لكن هذا القول مرجوح، والراجح أنه لا يصام يوم الشك. نعم. أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان. احتياطا، يقولون احتياطا بنية رمضان، هذا فيه نظر، هذا احتياط فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر به. نعم. قال في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا، يعني صوم يوم الشك ألفوا فيه مؤلفات وردوا امراد بعضهم على بعض، ولا حاجة إلى هذا، نحن عندنا علامتان: رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، ولا كلفنا الله بزيادة على ذلك. نعم. وقالوا نصوص أحمد تدل عليه. إيه، لكن نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدل عليه، وقول المجتهد إذا أخطأ لا يعمل به. نعم. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم. هذا حجة عليهم، حديث حجة عليهم أنه لا يصام يوم الشك، يعني الشهر إما 29 وإما 30. نعم. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قثر أصبح صائما أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قثر أصبح صائما. نعم. هذا ابن عمر من الذين يرون أنه يصام يوم الشك، ولكن مهما قيل فالحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا عمل بغير الحديث، وإن عمل به من عمل من أفاضل الصحابة وأكابر العلماء فهم مجتهدون لهم أجرهم، ولكن المتبع هو النص. نعم. ومعنى اقدروا له
أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29. يفسرون فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني يجعلوا شعبان 29، صوموا يوم 30. هؤلاء اللي يقولون يصام يوم السبت يفسرون اقدروا له لأنه يضيق عليه، يجعل 29. ولكن رواية الحديث في الصحيح يقول أكملوا فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما، هذه تفسر قوله اقدروا له. تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواجب، والواجب أن يؤخذ به. نعم. وقد فسره ابن عمر بفعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى فسره ابن عمر وهو راوي حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. ابن عمر هو الراوي فسر اقدروا له بضيقوا عليه يجعلوا 29. يقولون الراوي أدرى بما روى، وهذا غير صحيح. الحجة فيما روى لا فيما رأى، الحجة فيما رأى فيما روى لا فيما رأى هو. نعم. والذي رواه فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم. ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، إن ظهر من رمضان. يقولون صم احتياط، إن ظهر أنه من رمضان الحمد لله هو من رمضان، إن ظهر أنه ما هو من رمضان لا تحتسبه شيئا. يا أخي ما كلفك الله تصوم أصلا، لا تصوم إلا على شيء بين واضح، ما تصوم متردد ما تدري هو صحيح ولا ما هو صحيح، هذا مما يضعف هذا القول. نعم. وتصلى التراويح تلك الليلة. تراويح أمرها سهل، لكن الصيام هو اللي تراويح أمرها سهل، مع أنه تراويح إنما تشرع في رمضان، ما تصلى التراويح في غير رمضان، لكن لو صلوا ما يعاب عليهم لأن الصلاة أمرها واسع. نعم. ويجب إمساكه على من لم يبيت بنيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان. نعم. ويجب إمساكه على من لم يبيت بنيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان. نعم. هذه أحكام تتعلق بصوم يوم الشك. إذا لم يرى الهلال وحال دونه غيم أو قتر فإنه يصوم عندهم وينوي من الفجر قبل طلوع الفجر، ينوي أنه يصوم من رمضان، لأن الصوم الواجب لا يصح إلا بنية، الصوم الواجب لا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجر، فلا يجزيك من رمضان إلا إذا نويته قبل طلوع الفجر. وكيف أنوي شيئا لم يجز منه من رمضان؟ هذا أيضا مما يضعف هذا القول. قالوا فإن أصبح ولم ينوي، أصبح يوم الشك ولم ينوي، أمسك من النهار، أمسك من النهار بقية اليوم، يمسك بقية اليوم احتياطا، ولكن لا يجزيه على أنه من رمضان، لا بد من قضائه. أما لو علق الاعتاق على دخول رمضان، أو طلق علق الطلاق على دخول رمضان، وفي يوم 29 ليلة 30 لم يرى الهلال لغيم أو قتر، فهل يقع الطلاق؟ أنتم صمتم
هل توقعون الطلاق؟ قالوا لا، لأن ما تيقن أنه من رمضان، والأصل بقاء النكاح، فلا نوقع الطلاق. شوف يرقون بين الصيام والطلاق. أو قال لعبده إذا دخل رمضان فأنت حر، يوم الشك هل يعتق العبد؟ قالوا لا، لأن ما تيقن أنه من رمضان. طيب يصلتم ما تيقنتم ولا تصحون العتق ولا الطلاق، كيف تصححون الصيام؟ هذه مشكلة يعني. نعم. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة. هو الرؤية المعتمدة مع غروب الشمس، الرؤية المعتمدة مع غروب الشمس، يتأخر بعدها قليلا، حد البصر يراه، إذا غابت الشمس يبقى الهلال على الأفق تقريبا دقائق ثم يغيب، ثم يغيب بعدها. هذه الرؤية الصحيحة. وأما لو رؤية في النهار بعد العصر، قبل العصر رؤية في النهار، فهل هو لليلة الماضية ولا لليلة المقبلة؟ قالوا لا، لليلة المقبلة، لليلة المقبلة، لكن لا يصام عليه إذا رؤية الظهر ولا العصر، ما يصام عليه، لكن هذا يدل على أنه سيهل هذه الليلة، يدل هذا على أنه سيهل، لأنه في أول المساء، المساء يبدأ من الظهر، هذا يدل على أنه سيظهر في هذه الليلة، لأنه لو كان ما هو لهذه الليلة لرؤي قبل الظهر، فهذا يدل على أنه سيهل هذه الليلة. هذا احتمال، مجرد احتمال، والله أعلم. نعم. كما لو رؤي آخر النهار، إذا رؤي آخر النهار هذا ما في شك، مع الغروب أو قبيل الغروب هذا لا شك، هو وقت الرؤية، لكن رؤية من الظهر أو بعد العصر هذا ما يلزم أنه يهل. نعم. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا، لأنه يقولون يتأخر عن الشمس، إذا رؤي الظهر أو العصر معناه أنه يتأخر عن الشمس، ما يغيب قبلها. نعم. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا، من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين. هو البخاري في تاريخ، ما هو في الصحيح، البخاري له كتاب التاريخ وهو تاريخ الرواة، تراجم الرواة، تراجم الرواة، لأن التاريخ على قسمين، تاريخ السير والرجال، تاريخ الحوادث، تاريخ الحوادث والسنين. فالمحدثون إذا قالوا التاريخ فالمراد به تاريخ الرواة، تراجم الرواة. أما الإخباريون إذا قالوا التاريخ فمعناه تاريخ الأخبار والحوادث. فالبخاري له كتاب في هذا، كتاب التاريخ، روى فيه هذا الحديث، وهو ليس كما رواه في الصحيح، له كتاب الأدب المفرد في الحديث، له كتاب التاريخ في الحديث، لكن لا تبلغ درجة الصحيح عنده. نعم. شو روى؟ لذلك إذا قالوا روى وأطلقوا روى البخاري معناه في الصحيح، أما إذا كان في غير الصحيح فلا بد من التقييد لئلا يغر الناس، فيقال روى البخاري في التاريخ، روى البخاري في الأدب المفرد. نعم. قال رحمه الله: وروى البخاري في تاريخه مرفوعا، من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين. روى البخاري رحمه الله في تاريخه مرفوعا، مرفوع هو ما رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاف المرسل هو ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، أما ما رواه الصحابي عن الرسول فهذا هو المرفوع والمتصل.
الشاهد من هذا أنهم في آخر الزمان تكبر الأهلة، تنتفخ الأدلة الأهلة أو تنتفج تكبر في آخر الزمان، هذا من علامات الساعة. حتى إذا رأوه قالوا ذي الليلتين أو ثلاث، مع أنه هو أول ليلة، هذا من علامات الساعة. فلا عبرة بكبر الأهلة وصغر الأهلة. نعم. قال رحمه الله: وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم. هذه مسألة، إذا رآه أهل بلد هل يلزم المسلمين في جميع أقطار الدنيا أن يصوموا برؤية هذا البلد؟ هذا قول لأهل العلم، هذا قول أحد القولين لأهل العلم. القول الثاني: لا، الأقاليم تختلف اختلاف المطالع، وهو الصحيح أن المطالع تختلف، يمكن يرى عندنا ولا يرى في المشرق، يرى عندنا لكن ما يرى في المشرق، فلا يلزم من رؤيته في إقليم صيام الإقليم الثاني إذا كان تختلف المطالع. كل قوم لهم رؤيتهم حسب المطلع الذي يرى الذي يناسب إقليمهم. وهذا القول الثاني في المسألة، أن المطالع تختلف، فلا يلزم المسلمين كلهم الصيام برؤية بلد واحد، لأن المطالع تختلف، يمكن يرى في بلد ولا يرى في البلد الآخر اختلاف المطلع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، أي ما المعرفة بالحساب، فليست المطالع بالنسبة للعالم سواء، يمكن يهل عندنا ولا يهل عند الآخرين، تأخر. لذلك ما نلزم المسلمين في أقطار الأرض أنهم يصومون على صومنا، ولا يلزمنا أن نصوم على صومهم. وهذا شيء عمل به الصحابة، لقد صام معاوية وأهل الشام، صام معاوية وأهل الشام يوم الجمعة، بينما أهل المدينة لم يصوموا إلا يوم السبت، كما في قصة كريب مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. كريب جاء من الشام في آخر الشهر وقال إن معاوية صام يوم الجمعة، فقال ابن عباس: لكننا لم نره إلا يوم السبت، نحن لا نزال نصوم حتى نراه. فاختلف رؤية أهل الشام عن رؤية أهل المدينة، وهذا في وقت الصحابة رضي الله عنه، وقت معاوية ووقت ابن عباس. ومع هذا ابن عباس يقول: ما نتبع أهل الشام، تقدموا علينا، إنما رأيناهم إلا يوم السبت، فنحن نصوم على رؤيتنا. هذا دليل على اختلاف المطالع، اختلاف الأهلة، وهذا هو الراجح. نعم. لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، أعد. قال رحمه الله: وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم. لزم الناس يعني المسلمين كلهم في أقطار الأرض، المشرق والمغرب والشمال والجنوب، كلهم يصومون على رؤية بلد واحد. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الراجح، أنه لا يلزم توحيد الرؤية، لأن المطالع تختلف، فكل قوم يصومون على رؤيتهم، وهو الذي عمل به ابن عباس رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنهما. نعم. بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صوموا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة.
قوله صوموا هذا خطاب للأمة كافة، فمعناه إذا رؤي في أي بلد يلزم المسلمين كلهم الصوم. هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث، ولكن يحتاج إلى نظر، فالحديث ليس على ظاهره لأنه يخالف عمل الصحابة ويخالف أيضا الواقع، لأن المطالع تختلف في كل، إذا تباعدت الأقاليم اختلف طلوع الهلال عند كل إقليم عن الآخر، فكيف نلزم الناس كلهم بالصوم مع أنه لم يظهر عندهم الهلال ولم يروه؟ نعم. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. إذا صاموا مع ناس متقدمين، صاموا مع ناس متقدمين ثم سافروا إلى بلد آخر متأخرين في الصيام، اللي سافروا تم لهم 30 يوم، وذولا ما بعد كملوا 30 يوم، ماذا يعملون المسافرين؟ يقول يفطرون عملا برؤيتهم، ولو الناس ما أفطروا اللي هم معهم يعملون برؤيتهم في بلدهم فيفطرون والناس صائمون في هذا البلد. وهذا فيه نظر، الصحيح أنهم لا يفطرون بل يصومون مع الناس، يصومون مع أهل البلد الذين قدموا عليهم يتبعونهم ولا يشذون عنهم، هذا هو الصحيح. نعم. قال رحمه الله ويصام وجوبا. لا نعيد. قال رحمه الله لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صوموا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة، خطاب للأمة كافة في ظاهره، ولكن الروايات الأخرى وفعل الصحابة والواقع يدل على أن المطالع تختلف، وكل قوم لهم رؤيتهم. نعم. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. أفطروا هؤلاء المسافرون لأنهم كمل الشهر في حقهم، وأهل البلد الذين قدموا إليهم لم يكمل الشهر في حقهم فلذلك صاموا. يقول يفطرون، المسافرين يفطرون بناء على رؤية البلد الذي جاءوا منه، هذا يدل على مسألتنا أن تختلف البلاد، وأنه لا يجوز أن يفطر والناس صائمون. نعم. قال رحمه الله أو على الأقل لا يتظاهرون بالإفطار والناس صائمون، إذا عملوا بهذا القول يفطرون سرا ولا يظهرونه، فيختلف المسلمون هذا صائم ولا مفطر، ما يصلح المظهر هذا. نعم. ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، هل هو على ظاهره يعني ما حتى يراه الناس كلهم؟ صوموا لرؤيته معناه ان كل الناس لا بد يرونه؟ لا، معناه لو راه واحد يكفي، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه، بدليل ان ابن عمر رضي الله عنه راى الهلال فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام لرؤية ابن عمر واحد. وكذلك جاءه أعرابي فأخبره أنه رأى الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، هذا دليل على أنه تكفي رؤية الرجل الواحد، وليس الحديث على ظاهر يصوموا لرؤيته يعني لازم ترون كلهم، لا، أو يراه جماعة منكم، لا. الرسول في الأحاديث الأخرى فسر قوله صوموا لرؤيته أي إذا رآه واحد من المسلمين يكفي. نعم.
قال: ويكفي خبره بذلك، لقول ابن عمر: ترى الناس الهلال. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. يعني ما يلزم أنك تقول أشهد بالله أني رأيت الهلال، بل يكفي تقول رأيت الهلال إخبار فقط، يكفي أنك تخبر أنك رأيت، أو لازم تطالب بالشهادة على، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب من الذين رأوه أن يشهدوا على أنهم رأوه. نعم، هذا يدل على تيسير في الإسلام وعدم المشقة وعدم التشدد. نعم. ولو كان أنثى أو عبدا بدون لفظ الشهادة، بدون لفظ الشهادة بل يكفي الخبر. ثم الواحد هذا ما يشترط أن يكون ذكرا، فلو رأته أنثى يعمل برؤيتها، أو رآه عبد مملوك ما هو لازم يكون حر يعمل برؤيته، لأنه من المسلمين، واحد من المسلمين، والمرأة من المسلمين فيعمل بخبرها. فالنصاب واحد سواء كان ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا. نعم. ولا يختص بحاكم، ولا لابد يحكم القاضي أو الحاكم بثبوت الرؤية، بل يكفي مجرد الخبر، ويلزم الصيام برؤية الرائي إذا كان ثقة. ولكن لا بد الآن من القاضي، ولا بد من المحكمة، لأجل منع الفوضى والتشكيكات عند الناس، فهو زيادة احتياط إثباته في المحكمة وإعلان ولي الأمر بعد حكم المحكمة، هذا إنما هو من باب الاحتياط والضبط. نعم. قال: فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام. نعم، من يخبر، إذا سمع مسلما يخبر بأنه رأى الهلال، يلزم من سمع الخبر أن يصوم، يلزم من سمع هذا الخبر أن يصوم، ولا يقول بنتظر لما يصدر إعلان من ولي الأمر. لكن الآن لما صار له لازم يذهب للمحكمة، ولازم إن القاضي يحكم بصحة شهادته، ثم الحاكم يعلن هذا للناس بناء على حكم القاضي، يكون هذا من باب الاحتياط والضبط. نعم. لأنه كثر الآن، خف الأمانة وخفت الديانة عند بعض الناس، وغلب الجهل أيضا، فالاحتياط مطلوب في هذا الوقت بلا شك. نعم. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران لفظ الشهادة. هذا خاص برمضان، إنه يثبت دخوله به بالشهادة الواحد. أما نهاية رمضان وبقية الشهور فلا بد من اثنين، لا بد من شهادة اثنين بلفظ الشهادة أيضا، ما هو مجرد خبر. نعم، لأن هذا إنما ورد في رمضان فقط، إنما ورد في رمضان فقط، دخول رمضان فقط، فيقتصر عليه. بقية الشهور تبقى على الأصل: استشهدوا شهيدين من رجالكم. نعم. ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. نعم، إذا أنه تأخرت رؤيتهم للهلال صاموا، فلما صار يوم 28 من رمضان رؤيا الهلال، تبين أنه ما هو بيوم، هذا ما هو بيوم 28، أنه يوم 29، يكونون تأخروا عن بداية الشهر، نقال صيامكم صحيح لأنكم بنيتم على غالب ظنكم، على ما قدرتم، صيامكم صحيح، لكن يلزمكم
أن تصوموا يوما قضاء تكميلا للشهر، وهذا ما يسمى عند العوام بالغرة، يوم الغرة، يعني إذا تبين أن المسلمين صاموا متأخرين يوم من رمضان فيقضون يوما بعده إكمالا للشهر، وصيامهم صحيح والحمد لله لأنهم بنوا على ما يستطيعون. نعم. فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا. الاحتمال أنه أخطأ، احتمال أنه أخطأ، صاموا بشهادة واحد ولكن عند النهاية تم الشهر ولم يروا الهلال، هذا يدل على أن الراي أخطأ في رؤيته، فيكملون صومون صومون لما يكملون 30 يوم، ويكون اليوم الأول اللي صاموه صار محل خطأ. نعم. لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. شهد اثنان فهذا على الإفطار، أما الصيام يكفي واحد، لأن الصيام ما هم محل تهمة للمخبر، بخلاف الإفطار فهو محل تهمة أنه مال من الصيام ويبي يفطر وقال للناس رأيت الهلال، هو محل تهمة، فلذلك لا يقبل الواحد، لا بد من اثنين. نعم. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا. أيضا لأنه تبين أنهم سابقون للشهر. نعم. لأن الصوم إنما كان احتياطا. نعم. والأصل بقاء رمضان. صاموا يوم الشك، صاموا يوم الشك ولا رؤيا الهلال، ولا رؤيا الهلال في آخر الشهر، صاموا 30 يوم ولا رؤيا الهلال وبما فيها يوم الشك، هذا دليل على أنهم أخطأوا في البداية وأن صومهم يوم الشك خطأ، فيكملون الشهر 30 يوما ويعتبرون اليوم الأول أنه خطأ. نعم. وعلم منه أنه لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا، صحوا كان أو غيما لما تقدم. إذا صاموا بداية الشهر بشهادة 2 عدلين ولم يرى الهلال في آخر الشهر فإنهم يفطرون، لأن شهادتهم على البداية شهادة على النهاية، شهادة على النهاية، لأن النصاب تام، عملوا برؤية 2 فيفطرون على شهادتهم الأولى إذا أكملوا الشهر، وكونهم لم يروا الهلال في آخر الشهر هذا يكون لعارض، إما غيم أو قتر أو أنه ما وجد منهم حاد البصر من يراه. نعم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم. لعله يكفي. نعم. طيب. عندك أسئلة؟ نعم. أحسن الله إليكم، بارك في علمكم، نفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يسأل أحسن الله إليك، يقول: هل يلزم قراءة الفاتحة في صلاة التراويح كل ركعة؟ نعم، قراءة الفاتحة على الإمام واجبة في كل ركعة، في الفريضة وفي النافلة، تراويح وغيرها في كل ركعة على الإمام، إنما الخلاف في المأموم هل يقرأها أو لا يقرأها، أما الإمام فلا بد من قراءتها في كل ركعة، وكذلك المنفرد لا بد من قراءتها في كل ركعة من صلواته، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول:
عندما يحصل خلاف بين الدول المجاورة في رؤية هلال رمضان، دولة تصوم وأخرى تفطر والرجل مسافر بين هاتين الدولتين، ما الحكم جزاكم الله خير؟ حكم يصوم مع المسلمين الذين هو بينهم، يصوم مع المسلمين الذي هو بينهم فلا يختلف عنهم، حكمه حكمهم. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما العبرة في تحديد الأقاليم؟ هل هي بالدول؟ هذا يقول: ما العبرة في تحديد الأقاليم؟ ما هي العبرة في تحديد الأقاليم؟ هل هي بالدول أو بشيء آخر؟ العبرة بدرجات الفلك، ما هو بالدول، العبرة بدرجات الفلك، تختلف من إقليم إلى إقليم، ما هو العبرة بالدولة. نعم أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا لا يمكن إذا رؤي في المشرق فلا بد أن يرى في المغرب، بخلاف العكس، إذا رؤي في المغرب لا يلزم أن يرى في المشرق. نعم هذا أمر يعرفه علماء الفلك. نعم اختلاف الأقاليم، ويحددونهم مسافة، أيضا يحددونهم مسافة، يقولون المسافة لي تقتضي أن الهلال يختلف. نعم أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا لا يأخذون بالرؤية وإنما يأخذون بالفلك بحساب، فهل إذا كنا معهم نصوم بصومهم أم ماذا نفعل؟ يا أخوان، المسلم يصوم مع المسلمين اللي هو معهم، يصوم مع المسلمين، إذا صاموا يصوم وإذا أفطروا يفطر، والحمد لله، يسعه ما يسعهم. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل الرؤية تكون بالعين المجردة، وهل تكون كذلك بالمناظير الفلكية؟ الرؤية بالعين، سواء عين مجردة أو عين بالمنظار، لا بأس بذلك، يجوز الاستعانة بالمناظير اللي تساعد على الرؤية، ولا تلزم، ما يلزم نتخذ مناظير ونتخذ مراصد، ما يلزم هذا، لكن إذا وجدت ما يخالف، لا بأس. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول: لو أسلم أحد الكفار في نصف شهر رمضان، فهل عليه الصيام بقية الشهر وقضاء ما فاته من الصيام؟ عليه الصيام بقية الشهر منذ أسلم، وأما ما قبله فليس عليه شيء، لأنه كافر في أول الشهر فلا يقضي، إنما يلزمه صيام ما أسلم فيه، وهو عدد الأيام التي أدركها من الشهر، قليلة كانت أو كثيرة، وأما ما قبل إسلامه فليس عليه شيء. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يلزم دعاء الاستفتاح في كل ركعتين من صلاة القيام؟ لا. نعم إيش يلزم؟ يقول: هل يلزم دعاء الاستفتاح في كل ركعتين من صلاة القيام؟ نعم نعم، يعني كل ركعتين مستقلة عن التي قبلها، يستفتح في كل أول ركعتين، أول كل تسليمة يستفتح، هذا سنة، ولو ترك الاستفتاح حتى في الفريضة، لو ترك الاستفتاح صلاته صحيحة، لأن الاستفتاح سنة. نعم أحسن الله إليكم. يقول: كنا في سريلانكا في شهر رمضان، وسمعنا بثبوت شهر رمضان في المملكة ولم يثبت في سريلانكا، فصمنا مع المملكة، أفيدونا هل صومنا صحيح؟ صومكم صحيح إن شاء الله، لكن لا تفطروا إلا مع المسلمين في بلدكم، لا تفطرون قبل المسلمين. نعم وهذا يسأل أحسن الله إليك، يقول: ماذا يعني اختلاف المطالع؟ أنه يلزم أهل كل إقليم أن يصوموا برؤيتهم هم، لا برؤية غيرهم ممن يختلف عنهم في المطلع. نعم هذا أحسن الله إليك. يسأل يقول: إذا اختلفت الرؤية في البلدان فكيف يعمل في صلاة العيد؟ يعني هل ينبغي، هل مشروع كلها البلد إذا أكملوا صومهم يصلون العيد ولو اختلفوا عن من قبلهم؟ هم لازم الحين يحاولون توحيد الصيام في جميع العالم، هم لازم هذا،
تكليف بلى بما لم يكلفنا الله. الحمد لله الله وسع على المسلمين، يصومون لرؤيتهم ويفطرون لرؤيتهم ويعيدون لرؤيتهم، الحمد لله الأمر واسع في هذا. هم الآن يصلون في وقت واحد، ها؟ المسلمون من وجه الأرض كلها يصلون في وقت واحد؟ لا، يختلفون في الصلاة. الليل يصير عندنا نهار وعندهم يصير الليل عندنا والنهار عندهم، والعكس يصير النهار عندنا والليل عندهم. إذا كنا نختلف في توقيت الصلوات كيف لا نختلف في توقيت الصيام؟ الله يسر على المسلمين، هم يريدون يشددون على الناس، لا يصلح هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من كلمة توجيهية لمن يشاهدون المسلسلات التي تأتي خصيصا في شهر رمضان؟ والله المسلسلات لا خير فيها، على الأقل تغفل الإنسان وتأخذ وقته من غير فائدة، هذا إذا كانت سلبية. لكن إذا كانت مسلسلات هابطة وخبيثة هذه أشد، فلا الإنسان المسلم ما يتابع المسلسلات، وفي رمضان أشد، لأنها تشغله عن العبادة، عن صلاة الليل، عن التراويح، عن تشغله. وفي النهار ربما يرى مناظر سيئة تؤثر على صيامه، فيبتعد عن مشاهدة المسلسلات. نعم. أحسن الله إليكم. حتى في غير رمضان، فكيف في رمضان أشد. نعم. أحسن الله إليكم. علنا نختم بهذا السؤال. عدة أسئلة وردت إلينا عن حكم تصوير المحاضرات بكاميرا الفيديو. أحسن الله إليك. والله إذا نظرنا للأحاديث لا يجوز التصوير لا في المحاضرات ولا في غيرها، في عموم الأحاديث، عموم الأحاديث. لكن بعض الناس يقول المصلحة تغلب، مصلحة نشر العلم ومصلحة تغلب على المضرة الجزئية، هذا مما يقوله بعضهم. بعضهم يرجح جانب المصلحة يتسامح في التصوير، بعضهم يرجح جانب المضرة فلا يتسامح في التصوير. على كل حال السلامة لا شك أنها أحسن وأحوط وأبعد للمسلم عن الشبهات. نعم. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه.